الأسبوع الماضي حكينا لكم عن إيجابيات الهجرة لبريطانيا أو العمل في بريطانيا كممرض. هاي المرة بدنا نتكلم عن سلبيات بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض. نتكلم فيها عن التمريض، نتكلم فيها عن السفر، عن الغربة، عن كيف تلاقي شغل في بلدك أو برا بلدك. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى كالعادة الهاند ووشنج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معي. زي ما قلنا إنه أي إنسان بده يعمل أي مشروع في حياته أو بده يسافر لأي بلد بيجيب ورقة وبيكتب الإيجابيات 1 2 3، السلبيات 1 2 3، وفي النهاية بيشوف مين الكفة بترجح عليها أكثر وبقرر. طبعا نفس الملاحظة اللي بديت فيها الفيديو الماضي، يمكن تلاقي ناس بنكر الكلام هذا أو بقول عني كذاب أو بيعارضني. برجع بقول لك لا تنصح الناس من تجربتك الشخصية، وتذكر إنه بريطانيا بلد كبير بالمساحة وعدد السكان، وفيش إشي اسمه دائما أو كل، ما في إشي اسمه كل الممرضين تعبانين، كل الممرضين مش مكفيهم راتبهم، كل السكان اللي في بريطانيا أجارات البيوت غالية، كل الناس حاسين بغلاء المعيشة، مش كل الناس واحد. فالكلام هذا بشكل عام وما بنطبق عليك أنت لحالك اللي بتسمع الفيديو. من السيئات لبريطانيا ولغير بريطانيا حتى لو كانت دولة عربية، في إشي اسمه الكلتشرال شوك. انت اول ما تطلع من بلدك وتصل لاي بلد ثاني، حتى لو البلد اللي جنبك بالضبط، في اختلاف في العادات في التقاليد. اذا بلد مش عربي راح يكون اختلاف في الدين، راح اختلاف في الفكر، اختلاف في كل شيء. فانت بتطلع من بلد مؤمن موحد محترم، في عادات في تقاليد، في ناس محافظة على دينها واخلاقها، راح تطلع على بلد لا في دين ولا في اخلاق، وبالعكس انت اصلا حر تعبد مين ما بدك وتعتقد في مين ما بدك، او اذا بدك ما بتعتقد في اي دين. فالواحد أولها بصير زي صدمة إنه كيف بدي أتعود على هذا الوضع، أو كيف بدي أجيب مرتي أو أولادي أو بناتي على هذا الوسط الموبوء. في ناس هيك بيحسبوها. رقم 2، كثير ناس بيعتبروها أسوأ إشي في الغربة، خصوصا في البلاد المش عربية، اللي هي اللغة. أنت مهما كانت لغتك ممتازة مش راح يكون مستواك كويس لدرجة إنك تتكلم مع الناس ليل نهار بالإنجليزي بس. ممكن تكون ناجح في امتحان اللغة، ممكن تكون متعلمها في دورة في كذا، ممكن تكون ماخذ فيها دكتوراه أو ماجستير، لكن شغلة إنك تتكلم 24 ساعة بالإنجليزية مش سهلة. وشغلة إنك تتعلم اللغة العامية الدارج اللي ماشي في الشوارع وفي المولات وفي الأسواق وفي المدارس وكذا، هاي برضو مش سهلة. صحيح إنه أنت زي ما هو غيرك حر إنه يكفر، أنت حر إنك تؤمن، لكن برضو الزنا منتشر، الخمر منتشرة، المخدرات إلى حد ما منتشرة. البريطانيين مشهورين انهم بحبوا العطف على الاقليات، فلو انت طلعت بدين جديد، لو انت كفرت، لو انت صرت من المثليين، لو انت من اي نوع من الاقليات، سواء اقلية فكرية، اقلية جنسية، اقلية دينية، وخايف تصير مستضعف، راح يحترموك ويحموك. للأسف من السلبيات في بريطانيا انه ما حدا بتدخل في حدا، ولا حدا بيعرف الشارع اللي جنب بيته شو اسمه، او المدينة اللي جنبه كم عدد سكانها مثلا. فانت ممكن تموت اذا ساكن عزابة وما حدا يعرف غير لما تطلع ريحتك. من السيئات في بريطانيا، هي مش سيئة بس في ناس بيعتبروها سيئة، انه انت مسؤول عن اخطائك. يعني دخلت الحمام نظف وراك، اكلت في مطعم لا تخلي زبالة حوالين الطاولة، طلعت في سيارة ممنوع ترمي السيجارة من الشباك مثلا. واحد صاحبك حتى لو عربي دخلت الحمام عنده، ما بصير تترك الحمام ارض، انا بتكلم على الارض، ارضية الحمام او بلاط الحمام، ما بصير تتركها مبلولة، بدك تنشفها قبل ما تطلع. فكل غلط بتعمله ان شاء الله تدخن سيجارة، بدك تكفر عن غلطك، ما حدا بينظف وراك. من السيئات فيها انه التكافل الاجتماعي معدوم. فانت لو فلست، لو انسرقت، لو انطردت من الشغل، بكل بساطة نام بالشارع. احنا قلنا انه الجنسية او مدة الحصول على الجنسية ايجابية، برضو ممكن تعتبر سلبية. فلو انت صح لك تروح على امريكا مثلا، ممكن تاخذها الجنسية بعد 5 سنوات كممرض. احنا قلنا انه بريطانيا 6 سنوات احسن من 8 تبعت المانيا، بس برضو اكثر من 5 سنوات تبعت امريكا. ولو انت رحت تزوجت امريكية بغض النظر ممرض او لا، راح تاخذها ب3 سنوات، ولو دخلت الجيش الامريكي راح تاخذها باسبوع. فبرضو مش قليل 6 سنوات تبعهم. من السيئات عندهم انه لو راح الزوج البريطاني مع زوجته البريطانية الى الفندق او الى المطعم بدهم يتعشوا، الزوج بحاسب على نفسه، الزوجة بتحاسب على نفسها. الولد والبنت مجرد صار عمره 16-18 سنة بروح بدور على وظيفة وبدور على بيت، وبصير يدفع اجار بيت وحق الدراسة تبعه وتكاليف دراسته، وبدور على شغلة وبجوز حاله من حاله، ما لهمش دخل في اشي.
عشان هيك الدول هاي هي اللي اخترعت عيد الأم، لأن الواحد فيهم بكون في محافظة أو ولاية وأبوه أو أمه في ولاية ثانية، فبقدرش يزورها أكثر من مرة أو مرتين بالسنة، فاخترعوا هذا اليوم عشان في هذا اليوم كل البلد تسيب اللي وراها واللي قدامها ويزور أمه ويجيب لها كيكة $5-6 وبعدها ما تشوفوش للسنة الجاي. عشان هيك بتلاقي المسن عندهم عمره 80-85 سنة مربي كلب أو بس، بقول لك هذا أحسن من أولادي، بيسليني على الأقل، برد عليه لما أطلب منه. من السيئات عندهم التعامل بالربا والأقساط. طبعا راح تقول لي عندنا في بلادنا المسلمة في بنوك ربوية وفي بنوك بتأخذ منك ربا، نعم بس هناك الوضع مختلف تماما. هاي بلاد بتحب الرأسمالية وبتحب تجمع فلوس وبتحب تربح منك أكثر ما يمكن وبتحب تصرف عليك أقل ما يمكن، فإذا القرض بتأخذه في بلدك من البنك عليه 5% ربا، هم بياخذوا منك من 40% فما فوق. من السيئات ومن أهم السيئات في بريطانيا إنه الجو بارد، فإذا أنت بتحب الجو المعتدل أو تقدر تستحمل الحر راح تشوفها مصيبة، إنه ما تشوف الشمس طول السنة إلا 2 أو 3 أسابيع راح يصير معك اكتئاب، غير إنك راح تموت من البرد، وراح تضطر تأخذ فيتامينات وراح تأخذ منومات عشان تعرف تنام وراح تأخذ مضادات اكتئاب وقصة. من سيئات البريطانيين البرود، مش برودة الجو، هم أعصابهم باردة، لا بحبوا يختلطوا بحدا، لا بحبوا يسألوا في حدا، لو متت ما حدا بزورك، لو مرضت ما حدا بيجيك على المستشفى، لو احتجت مصاري ما حدا بطلب مساعدة، لو بدك اشي ما حدا بقول لك اذا بدك مساعدة رن علي. عشان هيك بذكر كان في واحدة من الأغاني سعاد حسني أظن بتقول لك عنده برود أعصاب اسم الله ولا جراح بريطاني، يعني هو الجراح من الله مشهور إنه لو ما كانت أعصابه باردة المريض راح يموت تحت إيده، فتخيل الجراح بريطاني أصلا. من السيئات عندهم انه الشغل ما برحم، يعني الستاندرد عندهم عالي جدا جدا بالنسبة للإشي اللي انت تعودت عليه، ما في إشي اسمه كل يوم اتأخر ساعة وكل يوم اروح بدري ساعة واكتب مغادرة واخبيها على جنب، لو حدا سألني اقدمها للإتش آر، لو ما حدا سألني امزعها، ما في إشي اسمه بجيب كاسة قهوة للمعلمة او للهيد نيرس بتسامحنا على يوم غياب او ساعتين تأخير، ما في إشي اسمه انه الابريزل او الإيفاليويشن السنوي حسب علاقتي مع مسؤولة وحسب النفاق وحسب هز الذنب وحسب دق الأسفين وحسب قديش بوصل له أخبار عن باقي الكادر، ما في إشي اسمه مشيها الدنيا رمضان، مشيها الدنيا كورونا، مشيها فيها حظر، حتى لو جاي بتسبح في الثلج مش في الماي القانون قانون ولما تغلط بدك تتحاسب، ما في إشي اسمه أنه تمرك سنة أو سنتين وأنت مش ماخذ ولا دورة ومش داخل ولا كورس ومش منضم ولا لأي محاضرة. احنا قلنا ان حقوق المرأة والطفل من ميزات بريطانيا، هاي للمرأة وللطفل، لكن هذه تعتبر مصيبة بالنسبة للأب. ممكن انت تكون كويس مع مرتك وبتصرف على البيت ومحترمها وكل اشي، لكن لانه هي زعلت منك والحق معك مش عليك تشكي عليك، تجيب لك شرطة، تدفعك فلوس، تحط عليك غرامات، توديك على السجن، ممكن تطلقك وانت اصلا بدك اياها وما بدك هالبيت ينهار، لكن القانون معها لانها ام. في ناس متعود يضرب مرته أو يضرب أولاده أو يتهاوش مع المرأة كل يوم، فلما يلاقي حاله في بلد فيها قانون بقول لك خلص أرجع مطرح ما كنت أحسن لي هناك بأخذ راحتي. برضو من صرامة وحزم القانون هناك إنه لو أنت أزعجت الناس أو رفعت صوتك أو رفعت صوت التلفزيون مثلا بعد 12 بالليل راح يجيبوا لك شرطة بدنا نعرف ننام. من السيئات إنه لأنها بلد غير مسلمة راح يكون في نسوان، راح يكون في خمرة، راح يكون في مخدرات، راح يكون في كل أنواع الصياعة اللي بتحلم فيها، فإذا أنت ما درتش بالك على حالك من أول يوم راح تضيع. أسهل بكثير من الحياة في بلادنا العربية والمسلمة. شو في سيئات لبريطانيا وما ذكرناها بهذا الفيديو، وشو الموضوع اللي بدك نحكي عنه بالفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.